وهون هاي الكبة وهاي وعم نساعدها وحرقتنا عيوني بالبصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ وإن شاء الله تكونوا بخير. وأخيراً إجا أول يوم رمضان وإحنا كتير متحمسين كتير كتير لهذا الشهر الفضيل. نعم وإنتوا بخير. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر لأنه راح يكون فيه شغلات كتير كتير حلوة وممتعة. طبعاً أول شغلة بلشنا بغرفتنا نبحي تخته وأنا حتى غرفتنا منشان نتوضى ونصلي ومنشان نختم القرآن إن شاء الله. إحنا إن شاء الله ناويين إنه نختم القرآن الكريم خلال هذا الشهر. رمضان ويا شهر الصيام، رمضان ويا شهر القيام، رمضان ويا شهر المحبة والسلام. هلا رح نصلي صلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. احنا هلا قدام عندنا العصر وصلينا العصر وهلا رايحين نساعد ماما. احنا عاملين شيشبات وسمبوسك لانه كثير زعبانه هاي الاكله. يلا تعال شيف نروح على المطبخ نشوف شو ماما عملت. ماما عم تعمل حشوه السمبوسك اللحمه وعم نساعدها وحرقتنا عيوني بالبصل. وهون هاي الكبه هاي. احنا قبل ما نساعد ماما رح نغسل ايدينا. طبعا احنا رح نعمل تمر هندي لانه كتير مفيد وطيب كمان. ماما كلها هيك؟ طبعا هلا احنا حطينا التمر الهندي وهلا هو بدوب لحاله، بنتركه بالمي لحاله وهو بدوب. باقي لنا شيء 20 دقيقة. رمضان
وهي شبراك وهي هون صلصة أحلى شيء.